حسابكم الله. المستمعة ألف ميم جيم تقول: أختكم في الله من الجمهورية اليمنية بعثت عددا من الأسئلة، في أولها تقول: ما حكم من أجل صلاة الوتر إلى آخر الليل قصدا منه أن يقوم قيام الليل لكنه أدركته صلاة الفجر فأذن بالصلاة، فهل يصليها قبل السنة أي سنة الفجر أم يترك صلاة الوتر وليس عليه شيء؟ يؤخر صلاة الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يقضيه فيما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، لكن يشفعه بدل أن يكون وترا يصليه شفعا، فإذا كان يوتر بثلاث إنه يصلي أربعا لسلامين وهكذا. نعم.